هذا وشهدت مدينة بنغازي خلال أيام عيد الأضحى المبارك انتشارا أمنيا واسعا لحماية المدينة وسكانها خلال أيام العيد من أي عمل إرهابي قد ينغص على سكان المدينة، حيث تم تأمين أماكن بيع الأضاحي وتجمعات المواطنين قبل وخلال أيام عيد الأضحى، كذلك المنتزهات والأسواق. هذا وتهدف الخطة الأمنية التي ستستمر عقب العيد على التركيز على الحملات المرورية وضبط حركة السير. الأمني بالذات هذه الأيام طبعا ركزنا الحملة في الأيام بتاعت العيد أن نكثفوا من الانتشار الأمني في كافة الأماكن. ركزنا في يوم كبيرة في أماكن الازدحام المروري، تحديدا أماكن بيع الأضاحي وكذلك الأسواق العامة. بالنسبة لليوم اللي هو أول يوم العيد، منذ ساعات الصباح الأولى وبتعليمات السيد مدير الأمن قمنا بالعديد من الدوريات في الثبوت في كافة المفترقات في مدينة بنغازي. صح ما فيش اليوم زحمة مرورية نتيجة للعيد، ولكن اليوم في المساء حاولنا نوزع توزيع آخر للدوريات في مناطق الترفيهية، سواء المنتزهات الأماكن الترفيهية اللي يزوروا فيه الناس في أيام العيد.